شو؟ أساس. عن شو؟ منقي لك عن شو؟ سياسي؟ سياسي عندك حزب الله لعماد ميشيل عونس لإيمان فرنجية موسى صدر موسى الحرب اللبنانية موسى الرئيس الحريري. في عن ولد بايك؟ نعم. في عن ولد بايك؟ شو فيه؟ في عن ولد بايك؟ ايه أكيد. في عن ولد بايك، شو قايلين عنه عمي؟ منصات الزعيم الجملاطية هي كتير ضخمة مؤلفة من 15 مجلد. شو بقول عنه؟ شو بقول عنه عمي؟ شو من الكمال إلى الوليد. شو بقول عنه الولي جملاط؟ شو خذ المنصات تعرف شو بقوله؟ ما بدي أعرف إن كانوا خذين شيء بس خمسين أو أربعة سنة. قلت لك تحكي السيرة والمسيرة. لك الله ولد جملاط، دني كله ولد بايك، طول عمره ولد بايك، الله الله ولد بايك. عرفنا. الله ولد بايك، عرفت شو؟ طب ليش عم تقول لي الله وعرفت شو؟ شو خصني انا يعني؟ طول عمره ولد بايك. هو قال لحام الدنيا كلها ولد بايك. كأنه غيره ولد بايك. مين؟ قد يحقق الموسوعة عمي. هي سارة هلا بتقول لي هيك هلا بس اقول لك عن سارة بتستغني عنه لولد بايك. لا اعوذ بالله اعوذ بالله. هذا ولد بايك هي قيمتها 490 دولار حدثك تحصل عليها ب 290 يعني مخصوم لك منها 200 دولار ومقسطة 10 دولار بالشهر. 10 ورقات؟ مقسطة 10 دولار بالشهر. يعني 10 ورقات بالشهر ها؟ 10 دولار 15,000. ايش بيعملوا 10 دولار؟ بيعملوا 15,000. رشا لا 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 بتعيط لا بتعيط علي لا مش عم عيط عليك انت مش عم تسمعني. بلا من اسمعك منيح. لايك ايه؟ شو اسمك عمي؟ بهمك كثير موضوع؟ معلوم بهمني. يعني انا عم بحكيك لانه حضرتك بقلنا، إذا بهمك قل لي بهمك، ما بهمك بكون كمان ميرسي. عمي حضرتك بعثتي مسج قبل. نعم؟ حضرتك بعثت مسج، فيك ترد علي فيك ما ترد. أنا ساندي بخاف كثير. مكتوب شو اسمه ربحت هدية مجانية وأبعرف شو. وانا حابه رايي شو في الهديه شو هي شفت لك ساعه بتقول هلا عم بتمغمغ لك ساعه عم تشكر فيه لوليد باي طول عمرك الف ساعه دولار وليد باي وليد باي الدنيا كلها وليد باي يلا ب 1000 دولار بشتري الموسوعه ايه ب 1000 دولار عم تاخذها للموسوعه وين انت عمي وين اسا بالحكي مش اكثر منا لان وين انت عمي اسا وين نحن ببيروت وين بيروت هلا شو بدك نحن بنوصل لك ما انا على الدورة اسا وين ببيروت اروح صوبك اهلا وسهلا نحن بدك وين بتعرف وين بدك وين معلوم بعرف بدك وين ولا هون بدك وين وين مين ما سألت بدلك كيف مين ما سألت هون بدلك عن مين بدي اسأل عن وليد بايك لا عن مين عن دار النشر دار النشر تاع مين طب خلص انا مش فاضي عندي شغل كثير لك يا عمي رجلين انت بلاحظ تبعك نعم هاي الموسوعة من عندكم هي بتطلع من وزارة الناشر من تحت؟ قديش حقك قلت لي؟ قلت لك إذا بدك تاخذها عن نقدة بحسب لك إياها 150 دولار، وإذا بدك تاخذها تقسيط 290 ومقسط 150 ورقة نقدي؟ نعم 150 ورقة بتعطيني هي نقدي؟ نعم طب لكي تاخذي فيا عسل؟ نعم تاخذي فيا عسل؟ شو؟ عسل عسل شو هي العسل؟ عسل متابع النحل بعطيك بدل 150 ورقة بعطيك عسل بتاخذيهم شو بدي فيه شو انا تخمين عم بيعك اياها لزايدة الموسوعة ما هي هون انا موظفة طب لاك بتلاقيه مش معك هيك لا بس بتصير معك 150 دولار تبقى دق لنا وخذها تاخذيناش عمي تاخذيناش اهلا وسهلا كلك ذوق